مساء الخير مشاهدينا، اهلا بكم. دار الوضعيه الجويه غدوه ان شاء الله مع الصباح بطبيعه الحال الضباب يتشكل على كل المدن الساحليه، يكون متبوع بسحب من النوع المتوسط، محليا سحب سفلى تتمركز خاصه على السواحل الوسطى وحتى الشرقيه، هي تخلي محليا سماء ملبده، لكن ان شاء الله سماء صافيه صبيحه نهار الغد على كل المدن الداخليه والهضاب العليا وطبعا على الجنوب الكبير. خلال النهار يبدا يتلاشى الضباب على كل المناطق الساحلية، حتى هذه السحب السفلى تتلاشى تدريجيا، جو ربيعي مشمس على كل المناطق الشمالية، الشمس تفرض نفسها بحول الله على الأطلس الصحراوي الصحراء الوسطى حتى نحو أقصى الجنوب، ما نساوش كذلك زوابع رملية لتنشط على كل المناطق الصحراوية الوسطى. درجات الحرارة غدوة إن شاء الله مع الفجر راح تتراوحوا بين 16 17 حتى 15 درجة على المناطق الساحلية والمدن الداخلية، 12 على تبسة وسطيف، 22 درجة على غردية المنيعة وورقلة وتمناسة، 23 على جانت على حسي مسعود وورقلة على أقصى الجنوب الغربي، أيضا على منطقة تندوف، 24 درجة على الخط اللي يربط بني عباس حتى على منطقة بشار، نفس المقياس من جهة عين آمنة، 26 على الصحراء الوسطى و 27 درجة على أقصى الجنوب. خلال الظهيرة إن شاء الله توصل درجات الحرارة القصوى إلى 43 حتى ل 44 درجة، نعم 44 درجة كأعلى مقياس على منطقة رجان، 44 تحت الظل، محليا حتى ل 45 46 أو حتى 47 درجة. إذا 35 على تمنى، 36 على جالة، 42 إلى 43 درجة على برج مختار تيمياوين وحتى على تينزا وطين، 41 درجة على تندوف، 38 درجة على بني عباس بشار غردايه والمنيعة، 40 على حسي مسعود ورقلة حسي بركين حتى المنطقة إليزين، شوفوا المدن الساحلية، من 27 إلى 28 درجة على وهران والعاصمة، 30 على بجاية سكيكدا والقالة، 33 درجة إن شاء الله على السعيدة، 36 من جهة قسنطينة تيزي وزو وأم البواقي على الهضاب العليا، الشرقية كتبسة الجلفة باتنا برج بوعريج وحتى على الغواط 34 درجة و30 درجة إن شاء الله على البيض البحر غدا ان شاء الله راح يكون جميل وهادئ على كل السواحل الغربيه، رياح جنوبيه غربيه لن تتعدى سرعتها 20 كيلومتر في الساعه، راح يبقى جميل على السواحل الوسطى والشرقيه لكن محليا يقدر يكون قليل الاضطراب، اذا الرياح راح تكون مختلفه الاتجاهات سرعتها لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعه. شروق وغروب الشمس على جزائر العاصمه وضواحيها غدا ان شاء الله السبت 9 ماي 2015، الشروق راح يكون على 45 دقيقه والغروب على 7 و42 دقيقة. تفاصيل أكثر معلومات أكثر عبر المواقع الإلكترونية. في أمان الله.